أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنعم المتفضل الذي أسبغ علينا النعم جل جلاله ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي أذن لنا أن ندخل بيته جل جلاله، فبيت الله عظمته من عظمة الله، ولا يدخل بيت الله إلا من أذن له مولاه. فيا ربي لك الحمد أن أكرمتنا واستضفتنا عندك في بيتك، فأنا وأنتم ضيوف الرحمن، أنا وأنتم الآن ضيوف عند الرحمن. والرحمن كريم والرحمن عظيم، ليس ككرم أهل الدنيا. الآن أكرم كريم من أهل الدنيا كم يستطيع أن يستقبل الضيف؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، بعدين يضيق به ذرعا. أما الملك جل جلاله تزوره كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، كلما بقيت في بيته كلما فرح جل جلاله، وكلما هيأ لك من يكرمك، بل جعل المكوث في بيته من أعلى القربات. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. لأن النفس البشرية بتحب تقول السلام عليكم، السلام عليكم على السريع. الدنيا تطلب زوجة، ولد، بيت، محل، دكان، سيارة، عمارة، تجارة. أما أهل الإيمان أمثالكم سلموا ومكثوا في بيت الله، قالوا: لا نمكث، نجلس نسمع كلام الإيمان. لأن هذا القلب عطشان، هذا القلب عطشان لا يسمع كلام الرحمن جل جلاله وهدي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني ويا أحبابي، احمدوا الله من قلوبكم واسألوا الله أن يكرمني وإياكم بالاستقامة. كم حضر أناس في هذه المجالس أو في غيرها وما استقاموا؟ بيحضر مرة مرتين بعدين بغيب، بعدين مرة مرتين بعدين بغيب. قل لهم الذين يستقيمون. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بس أجل عنده واحد قال له: يا رسول الله، قل لي شيء اتمسك فيه، أعطيني ملاك الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله، اشتغل على إيمانك. بعد ما تشتغل على إيمانك وتعرف كيف طريق شغل الإيمان، استقم على ذلك. لذلك الاستقامة عين الكرامة. مين هني أصحاب الكرامات؟ مش اللي عمل مرة قربة إلى الله، لا، اللي بيستقيم ولو كانت بسيطة، ولو كان عمل بسيط، ولكن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. وإن قلت، أنا أفرغ يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة بالأسبوع، كل واحد حسب همته ونشاطه. فهول يا ربي أنا بدي أستقيم على اليوم اللي بلش يغير بحياته، بلش بيوم، بعدين يا ربي أستقيم كل يوم على حضور مجالس الإيمان، حلقات تعليم، بيئة الإيمان. بعدين قال بزيد يوم، صاروا يومين، شوي شوي بتغير الحياة. فلذلك قولوا: يا رب ثبتنا وارزقنا الاستقامة، وارزقنا القبول، وارزقنا الإخلاص، وعلمنا وفهمنا واشرح صدورنا. الذي يشرح الصدور هو الملك جل جلاله. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم نعيش مع تلك السورة الرائعة العظيمة من سور القرآن الكريم، سورة يوسف عليه السلام. وكما نعلم يا إخواني في الله أنه أجمل حياة هي الحياة مع القرآن.
أنتوا الآن مشغولين بها النص ساعة ساعة بين المغرب والعشاء، حابين تتأملوا بسورة يوسف، مش كلها، بعض آياتها، مشغولين فيها. شو قال عنكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي. ممكن كنتوا تقعدوا هلأ في زاوية تذكر الله، تقرأ قرآن قراءة عادية، ترفع يدك بالدعاء، تصلي، ولكن حابب تفهم بعض آيات القرآن الكريم. من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم فضل الله على خلقه؟ فينا نقارن؟ فينا نقارن؟ لا يقارن. الكبير هو الله، كل ما سوى صغير. الأعزاء لولا الله أذلاء، الأغنياء لولا الله فقراء، الملوك لولا الله عبيد. اللي بعز واللي بذل، واللي بيعطي واللي بيمنع، واللي بيحيي واللي بميت، واللي بيرفع واللي بيخفض، فقط هو الله. كم هو عظيم. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. لذلك افرح إذا الله وفقك تجلس تسمع لطائف من القرآن الكريم، ودرب نفسك هيك. لأنه اليوم يا أخواني في الله القرآن الكريم صار عند كثير من الملتزمين إلا من رحم الله عبارة عن قراءة مثل قراءة الجرايد، إلا من رحم الله، قراءة لسان بس عن ظهر قلب. عشان هيك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف يقول كلام جميل في شرحه لحديث عن الذكر. زينب رضي الله عنها تجلس يوما بعد صلاة الفجر تذكر الله حتى تطلع الشمس، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا زينب ماذا فعلت؟ فتقول: يا رسول الله أذكر الله. فقال: لقد قلت كلمات أعظم عند الله مما قلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الكلمات. فاليوم ابن القيم في هذا الحديث يشرح في كتابه المنار المنيف يقول: الله جل جلاله يريد نوعية القربة لا كميتها. الكميات عند الأمة اليوم صارت هي اللي بتشغلنا. كم جزء خلصت؟ كم صفحة قرأت؟ كم ركعة صليت؟ كم مجلس حضرت؟ بس الله تعالى لا يريد الأعداد، الله تعالى يريد النوعيات. يمكن واحد يجلس مجلس واحد بس تتشقلب كل حياته، ويمكن واحد عفوا بكلمتي كل يوم يعب المجلس كل يوم، وحياته هي ذاتها، هي ذاتها، ولا شيء بتغير بحياته، بس اسمي عم بحضر وبروح على البيت بقول له: شوفوا وين كنت انا قاعد بمسجد الفرقان عم بسمع كل يوم بالمغرب شاء كلام الايمان. طيب وايش الحياه صار فيها؟ وواحد اجى سمع مره وتشقلبت كل حياته. شو الفرق بين اثنين؟ واحد كميه واحد نوعيه. واحد ذكر الله جب جاب المسحه، مره كنا بزياره بالسعوديه بجده، اخذوني زياره، فت على الزياره لقيت واحد عنده على الطاوله مسبحه هيك شيخ خالد. قلت له: شو؟ قال لي: هيدي بسك تتجلى مع القصه وعب التجليات بمسكها وبلش اسحب فيها. قلت له: لحالك ولا انت؟ قال لي: لا، من قاعد العيله كلها بسين. شو؟ فقلت له هالكلام، قلت له: والله الذي لا اله الا هو، للفظه ذكر واحده من قلبك اعظم من كل هالمسبحه. سبحان الله من قلبك. فاخواني في الله، يمكن سورة يوسف سمعينا ألاف المرات، قارئنا ألاف المرات، يمكن حافظينا، بس هل قعدت مرة اتأمل بمعانيها؟ عند الله تقعد ساعة بصفحة أحسن ما تخلص بساعة جزئين. أنت عندك كبشر خلصت شيخ 40 صفحة جزئين، عند الله هول الجزئين شو عملوا فيك؟ ما مذكر منهم شيء والله. عند الله إذا أنتوا عم تقرأ هيك استشعرت المعاني، وقفت عند آية وبلشت تطلع فيها وتعيدها وتكررها، ويمكن دمعت عيونك وخشع قلبك والله ألقى في قلبك فهم خاص إلى أعظم من هول الجزئين. عشان هيك نحن بحاجة لهذه المجالس.
سورة يوسف يا أخواني في الله، الله جل جلاله جعل فيها آيات بكل موقف من مواقفها، بكل مرحلة من مراحلها، مش في آية في آيات. عشان هيك لازم أنا وياكم، أنا إخواني في الله والله فارغ، أنا وياكم فارغين، قاعدين هيك نتذاكر مع بعضنا شو الله بيشرح صدري قبل الدرس. بحاول دائما أقول له يا رب أنت أعلم بما أحتاجه أنا وإخواني. والله أنا ما بعرف، أنا فيني أعرف شو في قلوبكم؟ ما فيني أعرف. يا رب أنت أعلم بما هم يحتاجونه وأنا أحتاجه، أخرج على لساني ما ينفعني وينفعهم. فبتلاقي بتطلع كلمة يمكن تنفعني إلي، تطلع كلمة بتقول يا الله الشيخ كأنه عارف أنا شو قصتي، ما خص الشيخ هو. واحد بقول لي شيخ والله قلت كلمة حسيتك قاعد معك كنت اليوم، والله أنا ما خصني، هذا الله جل جلاله هو الذي ينطقني أحيانا بحسب توجهكم وإخلاصكم وتوجهي وإخلاصي بأمور أنا بحاجة لها وأنتم بحاجة لها. فاسألوا الله أن يفتح علينا بما فيه خير. وصلنا في المرة الماضية يا إخواني في الله، وين وصلنا في المرة الماضية؟ هذا نشوف راح نبين. نعم تفضل. أيوة محل ما بلشنا الآية اليوم بالصلاة يعني. الله يفتح عليك. قال بقول لك قرب يا يوسف. ما زالك قد مركز معنا قرب. الله يفتح عليك. عادة الطالب المجتهد بيكون بالصف الأول. قال الحاج يوسف فيك يا أمجد تسمع على الباب إذا بدك، وأنت بالخدمة وتسمع، ادعو لأهل الخدمة الله يزيون خير يعني. هلا عم يخدموا هالمسلمين وتعاونوا معهم الله يرضى عليكم يا رب. نعم وصلوا لعند ابوهم قالوا له القصه يا بي 1 2 3. شو 1 2 3 يعني؟ القصه يا ابي انه هذا الرجل كريم، كريم كثير. شوف الاصل انه ياخذ منا البضاعه ويعطينا اكل، رجعنا البضاعه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. شوف 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 الملك ما أحلى، هذه بضاعتنا ردت إلينا ومعنا أكلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. بتاخدوا معنا بنجيبه معنا المرة الجاي، هذا كريم بيعطينا حاجتنا وبرجع لنا مصرياتنا وبزيدنا كيل بعير، لأنه هيك احنا وعدنا. قلنا له خلاص بنوعدك نرجع عند بينا ونجيب أخونا معنا. طبعا هذا كان يعني نوع من الذكاء والحنكة والحكمة عند يوسف عليه السلام. سيدنا يعقوب خاف عليه كما بينا المرة الماضية وقال لهم عندي حل واحد قد ما شدوا عليه. شو قال لهم؟ تقسموا يمين، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. أيوة ابتحلفوا أعطيكم إياه. أقسموا اجتمعوا نقسم بالله أنه نحن ما نضيع بنيامين ونحافظ عليه. فالآن عم بيعطيهم الهدايات، هدايات الخارجين، هذا ضروري دائما. مشايخ بيقولوا جماعة تمشي بلا هدايات ما بتستفيد. فهاد الجماعة يا سيدي بدها تمشي فبدهم ياخذوا الهدايات، والهدايات من أبوهم مهمة. لا زلت يا إخواني في الله والله نسأل الله تعالى أن يحفظه وبارك له في خروجه الوارد مع الجماعة خارج البرازيل، لازلت إلى الآن سبحان الله أذكر كل مرة خرجت فيها في سبيل الله كان يقعدني قبل الخروج ويذكرني يتكلم معي. مذاكرة الأب لابنه ضرورية ومهمة، ما ترمي خلص بعته عند الشيخ وهو الشيخ بيظبط له حاله. قد ما كان الشيخ وقد ما كان قوي وكلامه مؤثر، كلامك مع ابنك بالحكم واللين واللطف والقرب والعطف والحنان والإكرام فيه أثر لا يعلمه إلا الله، فما تفرط فيه. لمن أكرمه الله تعالى بالولد لا تفرط في هذه الجزئية، مع أن أولاده ليعقوب أذوه عليه السلام وأخذوا له ابنه من مرته، من مرته الثانية، من أمه، مش من أمه، من مرته الثانية، من خالتهم. إيش اسم أمه ليوسف؟ رحيل. لازم تحفظها يا محمد، رحيل. أمه ليوسف اسمه رحيل لبن يمين. فمع أنه أذوه بس هذا الشيء ما خلى الأب يفقد عاطفته على أولاده. ما بقول المثل قلبي عابني وقلب ولدي الحجر. مهما ظهر من ولدك لابد أن يبقى قلبك سليم. لا تستعجل في الغضب، لا تستعجل في الضرب، لا تستعجل في الصراخ،
لا تستعجل في الحكم عليه. جمعهم وأسألهم. قال يا بنية. شوفوا ما تفوتوا من باب واحد. يا بنية قال العلماء فيها إيش؟ تودد وتلطف. قال يا بنية يا أولاده يا أولادي اللي ضيعتوا لابني. ما ذكرها بس هو مذكرها. لشو نسي؟ هلا منشوف بسياق لقيته وما نسي يوسف، مع أنه مر أزمني ما يقارب 10 سنوات. كان يوسف صغير، الآن يوسف صار شاب أكثر من 10 سنوات، بس الأب لا ينسى. جراحات السنام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح الإيد ممكن يلتئم بيوم من الأيام وينضب، بس جرح القلب لا يلتئم. فسيدنا يعقوب عليه السلام جمع وقال لا تدخلوا من باب واحد. ليش؟ سمع سيدنا يعقوب منهم أن الملك حبهم وأكرمهم وأدمهم وعطين وبعطهم. ودائما يا أخواني في الله، صاحب المنصب شو؟ محسود. صاحب المنصب محارب. صاحب المنصب الناس يكيدون له. صاحب النعمة الكاملة يحتاج أحيانا لعيب حتى ما تصيبه العين. بسط مرة هيك واحد من الشباب قال لي شيخ أنا ما بغسل سيارتي دايما. قلت له ليه؟ قال عشان العيون. واحد قال لي في لكش بسيارتي من هون بخليها دايما ما بزبطهاش. قال لي اللي بيطلع بسيارتي بتعجبه بيطلع باللكش. مش حلو لولا اللكش اللي فيها. الحمد لله مبسوط أنا عشان تروح السيارة كلها أبلان. فما أحوج صاحب النعمة لعيب يحفظه من العين. فأبوهم ذكي وصاحب خبرة كبير. سيدنا يعقوب كبر مر عليه سنوات. قال له اسمعوا يا أولادي، أنتوا الآن عند الملك محبوبين، واللي حوالين الملك بحبهن يضلوا مقربين، ما بحبوا حدا ياخذ محلهم. إذا فتوا على الملك هيك فوت وحدة وأهلا وسهلا وأهل فيكم، اللي حوالين الملك بكيدولكم بحربوكم. ديروا بالكم بتفوتوا كل واحد لحاله، بفكروكم جلساء الملك انه انتم جينا موزعين ومقسمين. ما تفوتوا مره وحده. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ولكن سيدنا يعقوب عليه السلام رجل مؤمن نبي. اعظم صفات الانبياء شو هي؟ أعظم صفة عند النبي توكل، اليقين. علم أولاده ياخذوا بالأسباب، والأخذ بالأسباب ضروري، بس ما بيمنع اتذكر المسبب. مش ما بيمنع، هو الأساس. اتذكر ملك الملوك. وشو قال لهم دغري؟ فوتوا من باب متفرقة أو ما تفوتوا مرة وحدة. بعدين شو قال لهم؟ وما أغني عنكم من الله من شيء. صح يا أولادي ما تفوتوا مع بعضكم، بس الحقيقة اللي بيحفظكم هو مين؟ هو الله. إذا أراد الله بكم شرا بإذن منه جل جلاله، فالله جل جلاله لن يرفع عنكم هذا الضر إذا أراده، وإذا أراد بكم خير فسينزل بكم الخير. وما أغني عنكم من الله من شيء. ليش يا بي عم تقولنا هيك؟ إن الحكم إلا لله، عليه توكلت أيام ما ضيعتوا ليوسف، وعليه فليتوكل المتوكلون. إذا بدكم تكونوا متوكلين فتفضلوا اعملوا مثلي. بعدين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. كان عندهم طاعة. ودائما يا إخواني في الله، الذي يوفقه الله جل جلاله لطاعة أمه وأبيه مسدد من الله، والذي يتجرأ على معصية أمه وأبيه مطرود من رحمة الله. ديروا بالكم. عشان هيك في عنا قصة بالأدب المفرد ذكرها الإمام البخاري وغيره من العلماء، لرجل عابد اسمه جريج. ما حفوت بتفاصيل قصة بس ذكركم فيها. كان مرة عم بيصلي ركعتين، فاجت أمه لعنده وقالت يا جريج. فقال في صلاته يا ربي أمي أم صلاتي؟ شو أنا محتار، هلا بسلم ولا بكمل؟ فأكمل.
فقالت أمه: يا جريج. فقال: يا رب، أمي أم صلاتي؟ فأكمل. قالت: يا جريج. قال: يا رب، أمي أم صلاتي؟ أكمل. كان عم بيأكل؟ كان عم يشرب؟ كان نايم؟ شو عم يعمل؟ كان عم يصلي. أمه دعت عليه، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات. المومسات يعني اللواتي يقعن بالفاحشة، مش مناح. كان في حد بيته لجريج مزارع. جريج هو عابد، كان عامل صومة على إله، بنية بجراس جبل، قاعد الصلاة والله أكبر ودعاء وبكاء، من بني إسرائيل طبعا. كان في مزارع حد البيت عنده، فهذا المزارع رجل ليس بمؤمن. انتشر صيد جريج بالقرية انه هذا ما حدا في يقرب عليه، مؤمن صالح ولد تقي ورع. أم اجت وحده مش منيحه، قالت لهم: انا بوقعكم اياه. قالوا له: روحي وقعي وخذي اللي بدك اياه من مصاري. فجاءت اليه وحاولت ان تغريه وتغريه 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 ولا حركه. رجعت ترجع خسرانه، مرت على مين؟ على المزارع، على الراعي، حتى وقع معها بالحرام. حملت، بس حملت، قلت لهم: شفتوا، حملته من جريج. اشتغل كيد النساء، بس عرفوا انه حملت طلعوا لعنده: يا كذاب، يا محتال، جاي تقولنا مصلي وآدم ووري وشقفت مرة وقعتك بالحرام، هي وقعت معه بالزنا، يا كذاب يا كذاب، والعياذ بالله. فهو عارف انه بريء، فقال: ايتوني بالولد. خلصت الحمل وولدت. طبعا قبل أن يأتوا له بالولد كسروا له الصومعة ومسكوه وجروه بشوارع المنطقة اللي كان ساكن فيها. هو عم بجروه اطلع على يمين الطريق، مين شاف؟ المومسات. فبكى وتذكر دعوة أمه. كانوا في المومسات على طرف الطريق عم يتفرجوا عليه، فقال: هذا بدعوة أمي. طبعا جاب الولد وطعن في بطنه، والرواية صحيحة، وقال: يا أيها الولد، من أبوك؟ الله أكبر، مجتمعين أهل الضيعة ومعن المزارع، مزارع ما بريء على أساس موقف على جنبه. جاب الولد طعن في بطنه، بسم الله: يا أيها الولد، من أبوك؟ رضيع بينطق. فلذلك من الذين نطقوا في المهد أكثر من واحد: عيسى ابن مريم عليه السلام، مين؟ صاحب الأخدود، وثلاثة وماشطة من فرعون، أربعة مش ابن جريج، ابن أخوه لجريج، ابن المزارع اللي كان عايش بزمن جريج. فقال: بسم الله، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. وانتقل الخبيط على الراعي، كسرنا للزلمة من وراك. فقالوا: نعمر لك صومعة من ذهب. قال: لا أريد، أعدوها كما كانت، ما بدي ذهب، بس رجعوا لي هي حتى أعبد الله فيها وتركوني بحالي. الشاهد من القصة، كل هذا حدث بسبب إيش؟ دعوة أمه. وكان عم بيصلي: إياك تقول لك أمك أو أبوك افعل شيء وتتركه، سارع اتفانى لتعمله، إلا إذا كان حرام. إذا عم بيصلي فريضة، المسألة بتتعلق بنوعية الطلب، مش أمك. إذا كانت امرأة غريبة عنك وطلبت منك طلب فيه حياتها، لا يجوز لك أن تكمل الصلاة. يعني واحد قدامك عم تسبح أنت، وقفت على مسبح الشعبي، فرضت السجادة عم بتصلي، وسمعت صوت امرأة عم بتصرخ: ابني غرق. لو صلى الظهر وبعد له خمس دقايق بقد العصر، ما بيجوز تكمل الصلاة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبالنسبة للطلب، حسب الطلب. فكان عندهم طاعة لأبوهم. قال جل جلاله: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. سيدنا يعقوب عليه السلام كان فطن، وكان بيعلم الملوك وحاشية الملوك كيف تفكر. إنه لذو علم لما علمناه
سيدنا يعقوب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مهم انتقلت القصة معنا، راحوا سافروا بنيامين معهم ومبسوطين، بدوا يجيبوا له الخيون. شوف يا أيها العزيز، طلبت بنيامين، جبنا لك معنا بنيامين، هلأ بدنا تعطينا غراضنا وتزيدنا كي البعير. انت هيك وعدتنا، إذا منجيب خينا معنا بتزيدنا كي البعير. ولما دخلوا على يوسف، فاتوا عن سيدنا يوسف وموزعين. سيدنا يوسف عليه السلام هلأ مين ناطر؟ ناطر بنيامين. بنيامين صار شاب، يوسف عمره بالثلاثينات وبنيامين عمره بالسبعتاش تمنتاش، شاب بأول عمره. وسيدنا يوسف ترك أخوه كان رضيع، الآن مشتاق لبنيامين، أخوه اللي من أمه. قد ما كان الإخوة من عدة أمهات يحبون بعضهم، ولكن يبقى الإخوة الذين يكونون من نفس الأم والأب العاطفة أشد بينهم، هذه فطرة الدم، فطر الله تعالى الناس عليها. فنادى بنيامين وقربوا وأخذوا عجنب. الله قال آوى إليه أخاه، أخذوا عجنب وقال له وشوشو، أنا أخوك، أنت بتتذكر قصتي؟ أنا يوسف اللي بس كبرت شوي أبوك خبرك عني إني أنا كنت أخوك اللي أكبر منك، وأنا وصغير إخواتك أخذوني ورموني في البير، أنا الآن ملك، أنا الآن عزيز مصر، إني أنا أخوك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أنا عارف أنه كانوا كل هالفترة عم بيضايقوك لأنه ضايقوني قبلك، فالآن ما تخاف، أنا حخبيك عندي. واتفق هو وياه على خطة معينة، قال له بدنا نعمل أنا وياك خطة، وإنت بتعمل حالك مش عارف، بدي خليك عندي حتى معاش يضايقوك. مهم يلا يا جماعة الخير، عبوا الغراض، عبوا الأكل، عبوا المتاع، اكرموهم، روح أنت وقف معهم مثلك مثلهم. وبلشوا هالشباب يعبوا بالغراض ويعبوا الأكياس ويعبوا المتاع ويعبوا زاد البعير والمير وغير ذلك. نادى الملك يوسف عليه السلام بعض الموظفين اللي عنده، قال لهم في عندي أنا صواع، وفي إلى اسم تاني إيش بالسورة مذكورة، شو اسمه يا مشايخ؟ هات لنشوف. ها؟ لا، الكيل هو اللي كان عم بكيل لهم فيه. إلى اسمين بالسورة. قدر وين هذي؟ هذي قدر عندك مصبحات. جعل السقاية في رحل أخيه. صواع، قالوا نفقد صواع الملك. جعل السقاية. قيل إنه كانت الكوب اللي يشرب فيه، الصحن اللي كان يشرب فيه خاصة للملك. بتكون تحت الملك مرتبة مزبطة مزركشة مزينة. أم قال له للشباب اللي عم بيعبوا الغراض، بتاخد كوباية الخاصة وبتحطها برحل أخي هذا فلان، بتحطها بشنته الخاصة بدون ما حدا يحس عليك. وأكرمون ونزلون وتفضلوا ونزلوا ضيافة وأكل وشرب، وأنتوا يا شباب عبالكم الشباب خلصوا أكل عبوا لهم البضاعة، فضوا لنا الكونتينرات وعبوهن، عم بيفضوا عم بيعبوا. أخذوا الصواع خبوه بشنطة أخوه. خلصنا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، بدنا نحمل حالنا ونمشي، الله يعطيكم العافية، سلموا على أهاليكم، سلموا على أبوكم وبارك الله فيكم. وخيون راح معهم، هنو عم يطلعوا من القصر، قال له لا شب عندهم، أف صوت عالي ونادي في حالة سرقة، كله يقف محله. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، والمؤذن هو مخبر معلم، خبر إيش مقصود الأذان، ما معنى الأذان؟ هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. إحنا ما منصلي بس تسمع الأذان، الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت. يمكن ما تسمع الأذان، خربان الميكروفون، شو بنعمل؟ أبو صبح صوته مبحوح، شو بنعمل؟ ما منصلي؟ خلص دخل وقت. وحبقول لك شيخ ما أدن، طيب كيف تصلي؟ شو خاص الأذان؟ الأذان هو عم بخبرك دخل وقت، من شروط صحة الصلاة دخول وقت. فوقف المؤذن، ثم أذن مؤذن أيتها العير، كله يوقف مكانه، إنكم لسارقون. إيه شو سارقون؟ وهن براءة فعلا، يرجعوا يركضوا لأنه البريء بكون ظهر عليه علامات براءة. قالوا
وأقبلوا عليه. شوف شوف كيف سياق القرآن. جيلنا عنده وعم يركضوا وعم يحكوا حالهم، جيلنا عنده قالوا وأقبلوا عليهم. ماذا تفقدون؟ خير، شو اللي مضيعينه؟ قالوا نفقد صواع الملك، الإبريق اللي بيشرف فيه سيدنا مسروق. مين أخده؟ وسرقة مش قليلة، هذه سرقة تعتبر عظيمة وكبيرة وجريمة كبيرة، لأنه هذا تبع للملك. قالوا نفقد صواع الملك. بس شوفوا حكمة يوسف. كل هذا على فكرة ما خص الموظفين اللي عنده، تدبير يوسف حتى ما حدا يشك بالموضوع. شو قال لهم سيدنا يوسف؟ قال لهم اللي مسؤول الحرس كان عم بيحكي معهم، قال لهم ولكن نحن منظن فيكم أن أنتم كنتوا غلطانين، فمنقول قبل ما نفتش اطلع فيها، واللي بيطلع فيها منوعده أنه منعاقبه ومنعطيه حمل بعير. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. شو يعني؟ كفيل. أنا عم بقولكم اللي بهلأ بيفتح شنته وبيطلعه منقول أنه أكيد أنت كنت غلطان، بالغلط طلعت معك، انحطت معك بالشنطة بالغلط، فيا سيدي حنسامحك، واحد، اثنين منعطيك حمل بعير زيادة، وثلاثة أنا كفيل. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم. شو؟ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم في بيت ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله أن يحسن أخلاقي وأخلاق الجميع. فشو يعني زعيم؟ كفيل، ضامن، وأنا به زعيم. هيك عم بيقطع لهم الشكوك أنه الزلمة صادق معنا ومنيح، عم بيقولنا يا جماعة الخير شكلكم غلطانين. قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض. عمي نحن والله ما جئنا نخرب، نحن ما جئنا نسرق، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا كلام مين؟ إخوة يوسف عم بيقولوا للعزيز وللحرس ومسؤول الحرس، يا عمي والله نحن ما جئنا نسرق، نحن جئنا بدنا الخير وما كنا سارقين. قالوا لهم طيب سؤال، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ طب إذا نحن فتشنا، أنا ما عم فتش، عم خبركم هلأ، بس إذا فتشنا وطلع بشنطة واحد منكم شو العقاب؟ ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. شو يعني هالآية؟ شو كانوا بجزوا السارق؟ بقانون، لا قطع يد، هذا في شريعتنا، بقانون سيدنا يعقوب عليه السلام بزمن سيدنا يعقوب. ما احنا نعرف يا اخواني كل نبي له شريعة خاصة، العقيدة وحدة، دعوة الإسلام واحدة، بس الشرائع تتغير. اللي بيسرق بزمن يعقوب غير اللي بيسرق بزمننا. شو كانت الضريبة للي بيسرق؟ أنه يصبح عبد. نعرف إنسان سرق من فلان شيء واللقط، بيصير فلان عبد لفلان، بيستعبده. وده سيدنا يوسف عمل هيك أصلا، وما بده يستعبد أخوه بس بده يقله. قال لهم طيب نحن مصدقينكم يا سيدي، أنتم ما سرقتوا، بس هيك سؤال، إذا فتشنا وطلعت بشنطة واحد منكم شو بنعمل؟ قالوا له لا، من هلأ من خبرك، خليهم سيدنا يوسف هني يقولوا الحكم. قالوا له من هلأ من خبرك، إذا بتطلع بشنطة واحد منا ونحن متحداك خده ويصير عبد عندك. قالوا خلاص؟ قالوا له خلاص. فقالوا للشباب فتشوا وما تبلشوا بشنطة خيه، بلشوا بشنات الكبار. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. فتش بحبش، ها أول واحد براءة، اللي بعده تاني براءة، ثالث يا أما مرقوا بالأخير لأخوه يا أما بالنص، كمان ما خلاه بالأخير حتى ما يشكوا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. بس كشفنا من حرامي، طلع الصواع، هاي الصواع طلعوا، انت اللي جايبينك معنا، انت اللي فضحتنا وبهدلت حد الملك. قالوا قبل ما يقولوا، فالله جل جلاله مدح حنكة يوسف،
قال جل جلاله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. الله قال كذلك كدنا ليوسف. هذا اسمه كيد إيش؟ حسن. وفي كيد مذموم، كيد محمود، وفي كيد مذموم. كيد ما مشرك عندك كيد بس للإسلام. مرة واحد من الشباب، الله يجزيه خير، من شباب المسجد، إجا لعنده ابن عمه من أمريكا ولا من أوروبا مش عارف بلد، قال لي شيخ، دق لي قال لي شيخ بدي منك طلب. قلت له شو؟ قال لي هذا ما بيجي على المسجد ومستحيل نجيبه على المسجد. قال لي بدي انزل عند العقاد اعزمه على كوباية عصير، بقعد انا وياه الساعة 4 فوت 4 وربع بعلم لك بتفوت على اساس انت جاي تسلم علي. بقول لك انا اقعد شيخ معنا، والله ما بيصير غير تقعد معنا، بتقعد بتبلش بتتكلم وانت على الطاولة. هذا ايش اسمه؟ كيد، بس كيد محمود. زلم تشجع الجامع، طيب من كد لك لا تشجع الجامع. قدر الله هذاك النهار ما اجاش. ما فيش، اتاخر الطيار ما مش صار، بس اخذنا الاجر مني. قلنا العصير بس ببلاش. الله قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أول ما شافوا المنظر اتحركت عندهم الأحقاد المدفونة سابقا، وتحرك عندهم الكيد والحسد. أنت يا ابن رحيل، أنت يا ابن مرت بينا، ما أنت مش أول واحد تعمل هيك، ما خيك الكبير عامل قبلك هيك. قالوا إن يسرق، بدي برأوا حالهم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الله أكبر، سيدنا يوسف عم يسمع كلام. إيش قصة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ قلناها قبل، هات لنشوف مين بكر. الله يفتح عليكم. كان عنده عمي كانت تحبه ليوسف كتير، أخذته تربيه عنده. إجا أبوه قال له: يا عمي مشان الله بدي ابني، بدي ابني. قلت له ماشي. هو طالع كان ولد صغير، فتحت جيبه وحطت له غرض خاص له. أم هو كان طالع أبوه قلت له: عمالك عمالك في شي ضايع عند من البيت. قال: شو من ضايع؟ مين بدي أخده يعني؟ عمالك بفتش يوسف بس. فتش طلع عنده. قلت له: بشريعتنا شو بتقول؟ يوسف بضل عندي. رجع أبوه على البيت قالوا له: إخواته وين يوسف؟ قالوا: عمتكم عم بتقول إنه سرق، ولكن أنا عارف إنه منه سرق، بس أنا مضطر أمشي تحت الكلام اللي هي قلت لي إياه. فهن حفظوا هالكلام، وشو قالوا؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كان سارق من عمته يوسف. الله أكبر، كم الداعي يبتلى. يا الله، اللي ما بده يفهم من سورة يوسف إنك ستبتلى إذا مشيت بخط الدعوة مصيبة. إذا نويت أن تكون داعي إلى الله بدي أقوله عنك: كذاب، سراق، حرامي، مجنون. مرة واحد من فترة قريبة دي من شباب المسجد قال لي: شيخ تعال أقول لك شو صار معي اليوم. قال لي: بس ما تزعل. قلت له: يلا تعودنا، هات قول لي لشوف. قال لي: كنت قاعد بمكتب ما هيك. قالوا له: شو صار؟ يحكيهم بالدين. قالوا: أنت وين بتصلي؟ قال له: مسجد الفرقان الشيخ عبد الكريم. هذا حبيبي دلوا مسافر رايح جاي من بلد لبلد، في ناس بيدعموه وبياخذ اموال الناس وبجمع الصدقات وزكاته من هون ومن هون وبجمعهم وبصير يسافر فيهم من بلد لبلد. يا الله، ها هو الاسبوع الجاي مسافرنا لا عمر. وابوه قبل منه كمان، ابوه بضل رايح برازيل ولبنان برازيل ولبنان. قال له: الدليل هي برازيل وكذا، اتقل تكتات واغلى تكتات. يا ريت يروحوا بس شوف شو بصير فينا بالخروج، فننزل بالاوتيلات نحن وخمس نجوم، شو بصير يا شيخ وليد بالخروج؟ روحوا شوفوا العقص اللي بناكله والشمشطه اللي بالمساجد والمجاهده وتضحيه، لو بشوفوا شو صار فينا في افريقيا. كم يا اخواني يجرح الداعي، كم هذا الكلام والله. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنيئا لك يا أبو يوسف، الله ابتلاك كما ابتلى يوسف، وأنت اسمك أبو يوسف، الله ابتلاك. قال: يا سيدي أبو يوسف
الله تعالى ما بيخرج منا صفة الحلم إلا ما يطلع لنا واحد غضوب. إذا أنت حليم فيك الصفات الطيبة وطلع لك واحد حليم زيك، كيف حتطلع منك صفة الصبر؟ ما حتطلع صفة. الله تعالى بيطلع منك صفة الصبر بس يطلع لك واحد غضوب. وأنت يا أبو محمد ابتليت، فنسأل الله أنك ما تكون رسبت في الامتحان، فهذا ابتلاء فاحذره. الإنسان يبتلى في كل صغيرة وكبيرة، في كل حركة وسكنة. هنيئا لمن يصبر. شوف الحج روحي الله يجزيه الخير. حج رجاء، ما بدنا إجابات، كلام عام الآن، درس عام. حج روحي الله يجزيه الخير، ابتلي فصبر ورجع أحد وراء الله نجح في الامتحان. قال يا عمي أنا مريض بس أحد وراء صبر. والله هنيئا لك يا حج روحي، وهنيئا لك يا أبو يوسف، وهنيئا لكم جميعا. فيا أخواني الكرام، سيدنا يوسف عليه السلام سمع هالكلام اتأثر. كم أنا يا إخواني والله بس سمعت هذا الكلام من الأخ الحبيب، قال لي والله يا شيخ كنت إنه أضربه أقسم بالله. قلت له أوعى، ما نحن بنسمع عشان نضرب الناس. سيدنا يوسف عليه السلام بالله عليكم شوفوا يعمل معهم هلأ، إهانة إلي. لك يا عم تحلوا عني يا زلمة، لك رميتوني من 20 سنة بالبير لهلا مش ناسيني، لهلا لحقيني. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب يا شباب ضبون كلبشون مون بالسجن. إيش الله قال؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. هذا حال الداعي. والله يا إخواني أنا وإخواني كتير كل من يمشي بدعوي، والله أحيان أسمع كلام والله مش يلزع ويؤذي الجلد، والله يؤذي القلب. نتهم بأمور. والله واحد مرة بعت لي فويس هيك، قال لي أنت من وين أخذت كذب؟ من وين جاب كذب؟ مين عندكم بالعائلة بكذب؟ هيك اللي هي، وين جبت صفة النفاق؟ تهمني بأمر يشهد الله أن صادق فيه والأول أمي كلها تشهد عليه. فما ردت عليه إلا جزاك الله خيرا. إيش بدي أقول لك؟ بس وأنا بضرب أمثلة، يعني مش فاكروني بنجح دائما، يعني لا مش دائما بنجح. أسأل الله أن ينجحني في الابتلاءات. أحيانا أستفز أغضب، بس كلنا سوا بدنا نصير نمر حالنا. اللي بده يشتغل بالدعوة إلى الله بده يسمع كلام ويمتحن ويبتلى، بس بده يكون زي يوسف عليه السلام. ولا بدنا نسمع سورة يوسف وهيك نرميها ورا ظهرنا، بدنا نسمع سورة يوسف ونتخلق بخلق يوسف عليه السلام. فقالوا له يا سيدنا الحقيقة هذه القصة مش بس هي فعلا في هذه، عنده مرض من عندهم العائلة هو وخيه وأمه هيك. الله أكبر. وصلت لإله ولأخوه ولعائلته، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فسيدنا يوسف تربى شديدة، ما بتوصل لمرحلة الداعي الحقيقي إلا ما تربى تربية شديدة. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال بقلبه، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. الله بيعلم إذا أنا سرقت من عمتي شيء ولا لا، والله يعلم إذا خي بنيامين سرق صواعي ولا لا. فاللي وكل أمره لله يا إخواني بضيع، والله ما بضيع. اللي بوكل أمره لله يا أبا يوسف والله الله تعالى يدافع عنه. فلذلك يا إخواني أي مصيبة بتوقع فيك قل يا رب أنت أعلم بما يقولون. سبوا أهنوا اتهموا. واحد مرة قال والله لأعمل وساوي وخلي كل صيدة تحكي عنك. تقول له والله يا أخي إذا بإيدك الذلة ذلني، وإذا بإيدك العز عزني. العزة بيد الله والذلة بيد الله. والله يا أخواني والله نزلوا على الفيسبوك مسجد الفرقان ومسجد الفرقان ومسجد الفرقان. قال لي والله لخلي صيدة كلها سوا. قلت له يا أخي الحبيب والله العظيم إذا الذل بإيدك فأنا بيجي بقعد تحت عبد عندك، بس الله يذل من يشاء، بس يعز من يشاء. ما بإيدك أنت بتذل ولا أنت بإيدك بتعز، ولا بلسانك بتعز ولا بتذل. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله قال على لسان يوسف والله أعلم بما تصفون. الله يعلم إذا كنت أنا صادق ولا كاذب ولا منافق. ف إخوة يوسف أحبتي في الله بعد ما سمعوا هذا الكلام اتهموا إخوة يوسف أخاه بنيامين واتهموا العائلة. فسيدنا يوسف عليه السلام
قال لهم الآن أنتوا حكمتوا بهذا الحكم، فالقرار إني للأسف بدي صادر أخوكم. فضل يا بنيامين أنت الآن عبد عندي. سيدنا بنيامين كما تقول الروايات هو عارف الطبخة، وأظهر تأسفه وأظهر حزنه، ولكن قال لهم أنا مضطر، بدنا نسمع كلمة الملك، وهذا ملك وعنده جيوش وعنده ملوك وعنده حرس، ما منستطيع نخالف أوامره ولا كلامه. فصار بنيامين عند أخيه، عاد إخوة يوسف عند أبيهم. قبل أن يعودوا إلى أبيهم حاولوا يترجوه، قالوا له طب يا سيدنا يعني ممكن طلب؟ هذا الولد عنده بي كبير، إن له أبا شيخا كبيرا. إيش كبيرة؟ قال العلماء إما قصدهم إنه هو صاحب منصب بالضيعة، إذا بنرجع يقولوا ابن سراء والله بتبهدله يوسف، يا أيها العزيز ما عارف إنه يوسف والله بهدله لقاله، ما حلو بحقه، أنت بتقبلها ما زابطة. أو قصد كبير بالعمر ومريض، إذا بيعرف إنه ابنه كمان الصغير غاب والله يمكن يروح في سكتة قلبية يوسف، يا أيها العزيز رجع لنا إياه وخد واحد تاني محله، نقي أخي أي واحد منه وخده ورجع لنا إياه. قالوا معاذ الله، كيف الكلام هذا في قاعدة أسية بديننا، ولا تزر وازرة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. ما في ظلم، الظلم ممنوع بحق الأنبياء، شو خصه هذا أخذ واحد محله؟ ما سرق، كيف بده يأخذ واحد محله؟ ما بصح، لا يؤخذ إلا من سرق. طبعا سيدنا يوسف ما بدوش أصلا غيره، هو بده بنيامين، وهي أصلا القاعدة خطأ، ما بيجوز تحاسب إنسان بجريرة غيره. شو رجعوا قالوا لأبوهم؟ وفي عندهم خي كبير ما قبل، ما قبل. شو قال لهم أخوهم الكبير؟ أنا مستحيل أرجع معكم. وشو قال لهم؟ شو صار حوار بيناتهم وكيف اتفقوا يرجعوا؟ وماذا قالوا لأبيهم؟ وماذا قال لهم أبوهم؟ وكيف عادوا وجدوا بنيامين وسيدنا يوسف؟ إن كان في العمر بقية مش الأسبوع القادم، الذي يليه إن شاء الله عز وجل نكمل، لأننا نكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في عمرة بيت الله الحرام. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.